بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، بعض الملحدين يقول، أو كلهم، لا يوجد دليل أو أدلة كافية على وجود خالق للكون. لماذا لم يضع الله في القرآن أو في الكون من حولنا دليلا لا يدع مجالا للشك، يعني يجبر كل إنسان أن يؤمن، تماما كما نرى هذه الكأس؟ لماذا لم يضع هذا الدليل الذي هو مقنع 100%؟ انظر أخي الحبيب، عندما تقول لهذا الملحد من خلقك، يقول لك أن هذه ليست مهمتي. طيب، خلق الكون أليس دليلا على وجود خالق؟ يهرب ويقول لك هنا ممكن أن يكون هناك خالق ولكن ليس الذي في القرآن. طيب، تقول له هذه الدقة المتناهية في الخلق، حتى في البعوضة في الذبابة، دقة متناهية في الخلق، وراءها مصمم عليم حكيم، أليست دليلا؟ يقول لك ليست دليلا. طيب، أنت أيها الإنسان لو درست العين، درست حاسة السمع كيف تنتقل وتترجم، الدماغ، حتى الآن العلماء عاجزون عن فهم آلية الذاكرة مثلا، الأحلام، كيف، ما الذي يجعلها تحدث؟ لماذا ننام أصلا؟ لماذا نتذكر؟ كل هذه العلم يقف عاجزا عن حقيقتها. طيب، أليست دليلا على وجود الله عز وجل الذي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يقول لك ليست دليلا. طيب، يبقى السؤال، لماذا لا يوجد دليل مقنع يجبر هذا الملحد على الاقتناع؟ الجواب من سورة الشعراء، طاسين ميم، هذه الحروف المقطعة أو النورانية، أو أنا أسميها المميزة لأنها ميزت 29 سورة عن غيرها بهذه الافتتاحيات، تلك آيات الكتاب المبين. طيب، الله يصف آيات القرآن بأنه كتاب مبين، تلك آيات الكتاب المبين، يعني واضح، ولكن ليس فيه إجبار. انتبه، هناك فرق. يعني أنا يمكن أن أقنعك أن تحبني، قد تقتنع وقد لا تقتنع، ولكن أنا إذا كان لدي السلطة والقوة أستطيع أن أجبرك على ذلك بقوة الإكراه. والله كما نعلم هناك مبدأ أساسي في الكون وفي الخلق وفي القرآن، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، مبدأ أساسي هذا. يعني الله عندما خلق إبليس ألم يكن قادرا أن يجبره على السجود؟ قادر، ولكن هو أعطاه حرية الاختيار. ألم يكن الله قادر أن يخلق آدم ويجبره على عدم المعصية؟ قادر، ولكن أعطاه حرية الاختيار أو الأمانة تكريما له. يعني أنت عندما تعطي إنسان حرية أن يتخذ القرار، هذا إنسان مكرم لديك، على عكس إنسان آخر كالعبد فقط ينفذ التعليمات، يتحول مع الزمن إلى آلة ميكانيكية، يقوم بعمل محدد فقط. بينما مدير الشركة الذي كرمه صاحب الشركة ووثق به يعطيه حرية أن يتخذ قرارات، وهو يعلم أنه قد يخطئ، ولكن تكريما له. فأنت أيها الإنسان، كرمك الله، ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل ولقد، كان ممكن أن يقول ولقد كرمنا المؤمنين، لا، التكريم لكل البشر من خلال أنه سمح لك
باتخاذ القرار، وهو يعلم أنك قد تتخذ قرار صحيح أو خاطئ، ولكن تكريما لك أعطاك حرية اتخاذ القرار ووضعك أمام مسؤولية كبرى، ويوم القيامة يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، أنت حاسب نفسك، أنت الذي اتخذت قرارا بالإلحاد وإنكار هذا القرآن الواضح، وأنت حاسب نفسك اليوم. وهذه الحقيقة ذكرها القرآن في سورة الشعراء في مطلع السورة. خاطب الله نبيه قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني النبي كان يحزن، يعني باخع، يعني تتعب وتجهد وتحزن نفسك وتتأسف عليهم وتحب لهم الخير، مثل إنسان يتألم من أجل مصلحة ابنه وابنه لا يشعر به. النبي رؤوف رحيم بنا. يعني أيها الملحد، بما أذاك هذا النبي؟ عندما أمرك بالطهارة هل هذا أذى لك؟ عندما أمرك بالصلاة، أمرك بالإيمان بالله الواحد، وعدك بجنات عرضها السماوات والأرض، هل هذا فيه أذى لك؟ أعطاك أسلوب رائع يعينك على حياتك، وهو الصبر، بدلا من أن تذهب وتنتحر كما يفعل كثير من الملحدين. أعطاك أمل بالآخرة، كرمك، جعلك إنسان مكرم، لست من قرد لا قيمة له، تأتي للدنيا وتذهب وتتحول إلى تراب ولا شيء. كرمك هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاك قيمة، أعطاك تعاليم ليحفظك ويحفظ أهلك وعرضك وشرفك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حتى مجرد النظر محرم ليحفظ أعراض الناس. حرم الخمر لكي ينقذك من الأمراض التي يسببها الخمر، من العنف المنزلي الذي يسببه الخمر، من الحوادث التي يسببها الخمر. حرم عليك الربا لكي لا يأكل الناس بعضهم بعضا. يعني هذا النبي ماذا فعل لك؟ ماذا أساء لك؟ تقول والله تزوج فتاة بست سنوات، طيب هذه قضية خاصة، ماذا يهمك في ذلك؟ ما هو الضرر بالنسبة لك؟ طيب ذبح اليهود، هذه الخرافات يعني التي يروجون لها بدم بارد، طيب ماذا يعني؟ أنت لنفرض هذه القضية صحيحة، أنت ما الذي يهمك؟ أنا بالنسبة لي يمكن أن لا أعلم شيئا عن كل هذه الروايات ولم أقرأها، ماذا يضرني؟ أنا الذي يهمني الأوامر والنواهي التي تهمني شخصيا، التي تنظم حياة البشر. أما ما يتعلق بروايات مليئة بالكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لها قيمة بالنسبة لي، ليس لها قيمة. أنا أمامي القرآن الكريم، القرآن العظيم، تعاليمه تضمن راحة الإنسان وحياته المطمئنة، وتضمن له السعادة. لأنني أنا كمؤمن، أخي الحبيب، دعني أجري مقارنة بيني وبينك أنت كملحد. أنا قلبي مطمئن بذكر الله، وكل يوم أعيش مع الله عز وجل حياة رائعة جدا. أعلم أقف بين يدي الإله العظيم الرحيم الكريم 5 مرات، أتواصل مع الله، أناجي الله، أذكر الله. أنا لدي طموح كبير في دخول الجنة إن شاء الله. الإسلام علمني الطهارة، طهارة القلب وطهارة النفس وطهارة الجسد وطهارة اللسان، عن النميمة وعن أن أقدح بالآخرين. النبي علمني ألا أتجسس، ألا أستهزئ بأحد، ألا أمارس النميمة والغيبة. علمني هذا النبي الكريم أن أبتعد عن كل شيء مضر في بي، الخمر، الميسر،
الخنزير، كل ما يضر بي حرمه علي، شيء جيد. كل ما ينفعني أحله لي. طيب ماذا أريد أكثر من ذلك؟ وأهم شيء أن لدي أمل في الآخرة، إذا أصابني شر أصبر. يعني حتى الدراسات العلمية تقول لك المؤمن فقط يؤمن بوجود إله بغض النظر عن شكل هذا الإله الذي يؤمن به، ولكن مجرد أن تؤمن بوجود إله رحيم حكيم معك يستجيب دعائك، هذا الأمر أمر جيد جدا بالنسبة للإنسان، ينقذه من الانتحار، يسرع عملية الشفاء. ونحن عرضنا دراسات لجامعات عالمية عن مرضى السرطان، وجدوا أن المؤمن يتعافى بسرعة أكثر. يعني حتى الإيمان، أنا لي مصلحة بالإيمان، مصلحة شخصية، حتى لو فرضنا لا يوجد يوم آخر، من الأفضل أن تؤمن أن هناك يوم آخر لترتاح. وإلا إذا ظلمك إنسان ماذا تفعل؟ إذا تعرضت لظلم شديد أخبرني الآن ماذا تفعل؟ لا يوجد إله تلجأ إليه، لا يوجد يوم آخرة أو يوم بعث للحساب، سيبقى هذا المجرم الذي ظلمني أو آذاني كثيرا سيبقى ينعم في الدنيا ويظلم ويقتل ويفعل ما يشاء، وأنا أموت بحسرتي. طب تريد هذا هو الإلحاد؟ لا، أنا عندي أمل أن هناك يوم، والوزن يومئذ الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية تجعلني أحب الخير للناس، أما في ظل الإلحاد ما الذي يجعلني أحب الخير للناس؟ ما هو الحافز؟ ما هو الدافع؟ طبعا الدافع هو المصلحة الشخصية، والمصلحة الشخصية ليس كل الناس يفهمون أنه لمصلحتك أن تحب الخير للآخر. لذلك تجد في الغرب الملحدين يعيشون مثل العناكب، مشاكل مع يعني مع في البيت، مشاكل في الشارع، مشاكل، تجده يعيش وحيدا منعزلا. لماذا؟ ليس لديه هذه المحبة للآخرين التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك الآية الكريمة تقول، يعني تخاطب النبي تقول له يا محمد لعلك باخع نفسك، لعلك تتعب نفسك وتحزن ويعني تضيق نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ. هنا أخي الحبيب انظر إلى دقة القرآن، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر أن ينزل دليلا وبرهانا وآية تجبر هؤلاء الملحدين على الإيمان، ولكن أين حرية الاختيار؟ لا معنى لها هنا. كيف يعلم الله الصادق من الكاذب؟ أنا مثلا، أنت تخيل نفسك مدير لشركة لديك عدد من الموظفين، شخص تجبره إجبارا على العمل وشخص آخر لا، أعطيته حرية الاختيار فيذهب ويعمل ويتفانى في العمل ويتقن عمله، أيهما أفضل بالمنطق وأيهما مكرم أكثر؟ طبعا الذي أعطيته حرية. لذلك الله عز وجل قادر أن يجبرك أيها الإنسان أن تفعل ما يشاء هو سبحانه وتعالى، ولكن الله لا يريد أن يجبرك، لا إكراه في الدين. ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، انظر إلى كلمة كلهم فيها تأكيد وجميعا فيها تأكيد آخر، ليؤكد لك أن الله لا يريد الإيمان المكره عليه المجبر عليه، لا، يريد إيمانا ينطلق من قلبك، يعطيك الحرية الكاملة. لذلك
الله عز وجل وضع في القرآن أدلة تستطيع من خلالها إذا فكرت بطريقة علمية صحيحة أن تصل للحق. إذا فكرت بطريقة مشوهة واتبعت هواك سيكون هذا القرآن وبالا عليك، سيكون عما عليك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، خسران. لذلك الملحد كل ما قرأ آية يزداد إلحادا، لأن الله لم يظلمك، هو وضع لك دليل واضح جدا. انظر إلى تشريعات القرآن، إلى كلام القرآن، إلى بلاغة القرآن. يعني أنا الآن أتبع تعاليم القرآن، ما هو الضرر الذي أصابني؟ أخبرني مثلا. أنا أتوضأ كل يوم 5 مرات، هل هذا أمر جيد طبيا أم سيء؟ أنا عندما يصيبني أي أذى أو مشكلة أصبر وأتحمل وأشعر بنوع من الفرح، لأن النبي أخبرني أن الله إذا أحب عبدا ابتلى. أيهما أفضل، أن تجلس في الاكتئاب والحزن واليأس أم تجلس في حالة فرح وأنت مصاب بالبلاء؟ إنسان مريض سرطان وأمامه أيام ليموت، كيف تدخل على قلبه السرور؟ لا تستطيع، كملحد لا تستطيع مهما فعلت. لو قلت له سأملكك الدنيا لا قيمة لها. بينما إذا اتبع تعاليم القرآن سيشعر بسعادة وهو يعلم أنه سيموت بعد أيام، لأن بل يتلهف للقاء الله عز وجل، لأن المؤمن إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والملحد إذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. أكيد الملحد لا يحب لقاء الله لأن فيه عذاب جهنم والعياذ بالله، وفيه حساب عسير. فإذا أخي الحبيب، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هنا تظهر حرية الاختيار التي أرادها الله سبحانه وتعالى تكريما لعباده. أعطاك أدلة واضحة، مثل أنت في شركة وضعت مجموعة من القوانين ووزعتها على هؤلاء الموظفين دون أن تجبرهم. من أحب أن يعمل بإخلاص وكذا سيكون له مكافأة كذا، من أحب ألا يعمل سيطرد، وتترك القرار له. تجد أن هناك أناسا بالفعل استجابوا لك، هناك أناس لم يستجبوا. غير المعقول أن تعامل الكل بنفس الطريقة أو تضع الكل على نفس المستوى. إذن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسوف يأتيهم، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إذن أنت تستهزئ اليوم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتستهزئ بالمعارك التي خاضها النبي لنشر الإسلام، وتستهزئ بكلام الله. سيأتيك النبأ، ولكن متى؟ بعد الموت، لحظة الموت. الآن أنت في مرحلة اختبار، اعملوا ما شئتم. انظر، القرآن يخاطب كل البشر وبخاصة الملحدين، يقول لهم اعملوا ما شئتم. هل هناك قانون في الأرض الآن يقول لك اعمل ما شئت؟ لا، لا توجد دولة على وجه الأرض الآن تقول للمواطنين اعملوا ما شئتم. القرآن قال لك اعملوا ما شئتم. تريد أن تظلم، أن تقتل، اعملوا ما شئتم، ولكن ماذا؟ إنه بما تعملون بصير. هذه الآية تخاطب الملحدين، إن الذين يلحدون في آياتنا ينحرفون ويميلون بمعنى الآيات إلى المعنى الذي في دماغهم ليشوهوا معاني القرآن. هذه الآية تخاطب هؤلاء الملاحدة الآن في عصرنا.
يلحدون يميلون بتفسير ومعنى الآية، يحرفون المعنى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الله يراك أيها الملحد وأنت تفكر وتكتب وتشوه. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ طيب أمامك نار جهنم، عملك الذي تقوم به سيقودك إلى نار جهنم. هناك طريق آخر، أن تنظر لهذا القرآن نظرة حقيقية صحيحة منطقية دون أن تحرف أو تلحد أو تميل، ستصل للحق وبالتالي ستدخل وتأتي آمنة يوم القيامة لتدخل الجنة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه مطلق الحرية، ولكن حرية تؤدي بك إما إلى الجنة أو إلى النار، انتبه. لذلك أخي الحبيب، هنا خلاصة هذا اللقاء، نجيب لماذا لم يضع الله أدلة تقنع الملحد 100%؟ لأن الله عز وجل أراد أن يكون منصفا، وأراد ألا يكرهك على شيء، وأراد الله أن يعطيك حرية الاختيار، أن تشغل عقلك. ما الفائدة أنك تسوق إنسان سوقا للإيمان؟ ما الفرق بينه وبين البهائم عندما تسوقها للحظيرة مثلا، من دون أن، ليس لها رأي، ليس لها اختيار، ليس لها أي حرية، نوع من الحرية. أنت تقيد هذا الحيوان وتسوقه إلى الإيمان المجبر عليها كذا، ولكن الله لا، الله أكرمك. فلذلك القرآن الكريم الله وضع لك آيات واضحة، ولكن بشرط أن تفكر وتعقل. أفلا يتدبرون القرآن؟ لأن الله أرادك أن تصل إليه عن طريق التدبر والعلم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدت فيه التناقضات، وجدته مليئا بالمشاكل العلمية واللغوية والمنطقية إلى آخره، والتشريعية أيضا. انظر إلى تشريعات القرآن، رائعة جدا، تعطيك السكون، تعطيك الطمأنينة، تعطيك الفرح، تعطيك حب الخير للناس. هذا هو القرآن أحبتي في الله. ليس الإسلام ليس فقط النبي تزوج عائشة بعمر 9 سنوات، والنبي خاض معركة مع اليهود وذبح اليهود، يعني أنت تأخذ أشياء لا علاقة لها أصلا بتعاليم الإسلام وحتى لو أن شخص لم يسمع بها ولم، لا تضره. الإيمان، الإسلام أن تؤمن بالله أو الإيمان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طب ليس فيها كل هذه الروايات، هذه أركان الإيمان. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، حج البيت من استطاع إليه السبيل. ليس فيها كل هذه الروايات، اليهود وغير اليهود والزواج النبي وزيد بن حارثة وزينب كذا، يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتصب فلانة، ليس فيه هذا. أنا لا أريد أن أقرأ التاريخ، هل يضرني؟ أنا كمؤمن لا أريد أن أقرأ ما الذي وقع بين الصحابة بعد وفاة النبي نهائيا. أريد أن ألتزم بنص القرآن الذي يأمرني بالخير وينهاني عن الشر والمنكر فقط، سأفوز إن شاء الله. غير مطلوب مني أن أقرأ، أن أبحث في كتب التاريخ عن الروايات المزورة التي وضعت للتشكيك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها وأقول هذا هو الإسلام. انظر الملحدون كلهم في هذا الاتجاه. أنا لم أجد ملحدا واحدا
وضع مقطع مدته دقيقة واحدة ينصف هذا النبي في قضية تحريم الخمر، يقول والله هذا نبي رائع أنه حرم الخمر، ولا ملحد، أتحداكم ابحثوا. ولا مشكك ممن أيضا ينتسبون للمسيح، يدعون أنهم ينتسبون للمسيح والمسيح بريء منهم، لأن المسيح لم يكن يشكك في عقائد الآخرين. يقول لك أنا أتبع المسيح وكذا، وهذا النبي فعل كذا وكذا وكذا، تجد له 1000 مقطع، ولا مقطع يذكر فضل النبي في تحريم الزنا مثلا. ماذا يدل ذلك؟ هذا يدل على أنه يسعى للتشويه فقط، يعني هو مهنته مشكك فقط، مهنة اتخذها مهنة، يمسك القرآن ويفتح. أين يمكن أن يلتقط كلمة يستطيع هو أن يضحك على عقول الناس ويقول هذا خطأ لغوي أو خطأ طبي أو خطأ علمي أو كذا؟ قد وصلت، إذن القرآن غير صحيح. هذا ليس منهج يا أخي، ليس منهج علمي. منهج العلمي أن تقرأ القرآن، تقرأ السنة، تنظر أولا في أعمدة الإسلام، أعمدة الإيمان ما هي، العبادات ما هي، الأوامر ما هي، ثم تذهب إلى كتب التاريخ. أنا أصلا يعني معظم الروايات التاريخية لا أقتنع بها، ماذا يضرني ذلك أمام الله؟ هل الله سيسألني هل أنت اقتنعت أن النبي تزوج عائشة رضي الله عنها بسن 6 سنوات أو 9 سنوات أو 20 سنة مثلا؟ هذا ليس سؤال. الله سيسألني عن الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، أول ما يقضى بين الخلائق بالدماء. يعني سيسألني عن عملي، هل استجبت لله وللرسول؟ هل أقمت الصلاة؟ هل أديت الزكاة؟ هل ساعدت الناس؟ هذه الأشياء التي سيسألني عنها، هذه التي تهمني أصلا في الدنيا والآخرة. أما أن تأخذني تقول لي روايات بني قريظة وروايات تتعلق بزواج النبي وأنه قتل أخاها وأباها وكذا وزوجها واغتصب، تأخذني لروايات أنا أصلا حتى لو لم أقرأها غير مهمة بالنسبة لي ولا تشكل. فأنت فهمتها خطأ وتريد أن تشوه سمعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وتخلطها بروايات مزورة، ثم تقول لي والله هذا هو الإسلام. لا يا حبيبي، هذا ليس الإسلام. الإسلام 5 أركان ليس فيها هذه الروايات، والإيمان 6 أركان ليس فيها هذه الروايات، وأوامر القرآن كلها ليس فيها هذه الروايات. لا توجد آية في القرآن تقول لي يجب أن تقتنع أن النبي قتل زوجة فلان وأخذها، لا توجد آية بهذا الشكل. إذن أخي الحبيب، أنا أريد من كل إنسان تأثر بالملحدين فقط أن يفتح أي قناة لملحد ويتأمل كل المقاطع التي وضعها، كلها تشكيك. ماذا يدل ذلك؟ تخيل أنني أنا أذهب مثلا إلى علم معين، وليكن علم الفيزياء مثلا، ثم أبحث عن أشياء موجودة غير صحيحة، وهناك علماء تحدثوا فيها، وأبحث عن أشياء لا جواب لها، وأبحث عن أشياء معضلة بالنسبة للعلماء، وأبحث يعني لا تشكل 1% بالنسبة لعلم الفيزياء، العلم الذي فيه قوانين الجاذبية وقوانين الكثافة، قوانين كثيرة جدا، والحركة والسرعة والكذا. طيب أترك كل هذه ثم أذهب إلى هذه وأقول لك هذا العلم غير صحيح لأنه كذا كذا. أو مثلا في مجال الطب، تدخل إلى مشفى كل يوم يعالج 1000 حالة، ولكن كل 3 أشهر هناك حالة، هناك خطأ طبي مثلا، يقول لك انظر هذه المشفى سيئة لأنهم عملوا هذا الخطأ فهي سيئة. طيب انظر إلى بقية الأشياء، وطبعا هذا غير صحيح بالنسبة لنبينا محمد، هو لم يخطئ، هو افتري عليه، هناك روايات زورت
وضعها اليهود أعداء الإسلام للتشكيك به عليه الصلاة والسلام، لم يستطيعوا أن يشككوا بتعاليم الإسلام وطهارة والصلاة والعبادات وأركان الإيمان وهذه الأشياء الرائعة، والصبر والعفو والتسامح وحب الخير وقولوا للناس حسنا وهذه الأشياء الراسخة، لم يستطيعوا الاقتراب منها سيفشلون، فذهبوا إلى روايات أن النبي فعل كذا والنبي كذا وأصحابه فعلوا كذا لكي يشككوا الناس ويقولون لك هذا هو الإسلام. إذن يعني الموضوع طويل، أنا إن شاء الله نتابع في هذا المجال كلما سنحت لي الفرصة لنرد. وأنا على فكرة اطلعت على كل ما طرحه الملحدون، آلاف المقاطع من الفيديوهات منتشرة اطلعت عليها كلها مكررة على فكرة، ونفس الكلام يعني إذا أخذت أي ملحد ونظرت ما نفس الكلام يكرر، وهذا منذ 100 سنة وأكثر. شبهة وضعها المستشرقون والملحدون يأخذون منها ويرددون من دون فهم، هذه هي القصة كل ما فيها. يعني نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.